السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وفتاوى الناس. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. موعدنا النهاردة إن شاء الله مع حلقتنا الخاصة اللي بنجاوب فيها على أسئلة حضراتكم اللي بتجيلنا على صفحة قناة الناس على فيسبوك. وخلونا نرحب بضيفنا دكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور مهند وبالسادة المشاهدين، سعداء بهذا اللقاء. ونستأذن حضرتك نبدأ ندخل في الأسئلة على طول. أسعد يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل يا فندم. أول سؤال معانا، ما هي صلاة التسابيح؟ في الحقيقة صلاة التسابيح من السنن المهمة التي وردت فيها أحاديث، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لسيدنا العباس عمه: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، لا تدع أن تصلي هذه الصلاة. ووصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئة صلاة التسابيح لعمه العباس، ثم قال له: إن استطعت أن تصليها في كل أسبوع مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي الشهر مرة، فإن لم تستطع ففي العام مرة، فإن لم تستطع ففي العمر مرة. إيه بقى هيئة صلاة التسابيح اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرحها لسيدنا العباس؟ في الحقيقة صلاة التسابيح صلاة عادية 4 ركعات مثل صلاة الظهر، مثل صلاة العصر، لكنها تشتمل على عدد 300 تسبيحة فوق تسبيحات الصلاة وقراءتها. فإحنا بنكبر تكبيرة الإحرام ونقرأ الفاتحة ونقرأ السورة، ثم نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الروايات تقف عند والله أكبر، وبعض الروايات تزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي تسبيح، كل ده كده سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دي تسبيحة واحدة. جميل. هقولها بعد قراءة الفاتحة والسورة 15 مرة. نعم. ثم هكبر وانزل للركوع وهقول تسبيحات الركوع، ثم هقولها كمان 10 مرات. جميل. فيبقى كده بقينا 25. هرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأقولها كمان 10 مرات بقينا 35. هنزل للسجدة الأولى وهقول تسبيحات السجود وأقولها 10 بقينا كمان 45. بين السجدتين هقولها كمان 10 بعد تسبيحة ما بين السجدتين اللي بنقول فيها غفرانك أو رب اغفر لي ولوالدي، وأقولها كمان 10 بقينا 55. في السجدة التانية هقولها كمان 10 بقينا 65. ثم في جلسة الاعتدال قبل القيام للركعة الثانية هقولها كمان 10 فبقينا 75. هعمل الحكاية ديت في ال4 ركعات، فبقى عندنا 75 في 4 بقى عندنا 300 تسبيح. فكأني بهذه الصلاة أخذت ثواب صلاة 4 ركعات زيادة عليها هذا الثواب الكبير لهذه 300 تسبيحة، اللي هي في الحقيقة كل تسبيحة فيهم 5 تسبيحات. نعم. فهذا ثواب كبير جدا يوم القيامة ينفعني في الدنيا وفي الآخرة. في ناس كتير الحقيقة بتداوم عليها. يعني في ناس بتصليها كل يوم بالليل، فهي تاخد لها نص ساعة مثلا، من تلت ساعة لنص ساعة. ففي ناس بتصليها كل يوم، في ناس بتصليها كل أسبوع يعني يصلوها كل خميس، وفي ناس تصليها في ليلة العيد يعني من قبيل إحياء ليلة العيد الأكبر والأصغر. وفي ناس تصليها في رمضان. كل ذلك مستحب وكل ذلك مقبول وكل ذلك ثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل مننا جميعا. أمين. طيب السؤال اللي بعد كده، أنا زوجي حلف عليا وقال لي عليا الطلاق بالتلاتة لو أنت ما عملتيش كذا مش هتخرجي بكرة. وهو بيقول أنا ما قلتش كده، أنا قلت طلاق بالتلاتة على سبيل الهزار والحلفان ده للأسف وقع، هل كده حسب الطلقة؟ المفتى به أنه علي الطلاق بالتلاتة هي في قوة يمين. يعني كأن الرجل حينما يقول لزوجته علي الطلاق بالتلاتة ما تعملي كذا، أو لو عملتي كذا ما تخرجي، فده معناه أنه بيقول والله لطلق، بيحلف يعني والله لطلق لو عملتي كذا، والله لطلق لو ما عملتيش كذا. فلو أنه قال هذه الكلمة ففعلت الزوجة ما حلف عليه، فنقول له هل ستطلق؟ فيقول لا، ده أنا كنت بقولها من الغضب، أنا لم أقصدها، يعني ما كانش في نيتي أبدا إيقاع الطلاق، ده أنا قلتها جرت على لساني ودون أن أقصدها أو أعنيها. ففي هذه الحالة نقول في هذه الحالة عليك كفارة يمين. طالما بتقول إن أنت قلت لها علي الطلاق ما تعملي، علي الطلاق لو عملتي،
يبقى إذن الآن هي عملت أو ما عملتش حسب اليمين اللي أنت حلفته، فعليك أن تخرج كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، يعني 10 وجبات لأسرة فقيرة أو لأسر فقيرة، ويجوز القيمة اللي بتساوي أقل شيء 300 جنيه على اعتبار أنه كل وجبة بتساوي 30 جنيه. نعم. كل هذا نحن نقول للسادة المشاهدين من قبيل التثقيف والتعريف بالأحكام. نعم. لكن في الحقيقة أحيانا كتيرة الزوجة ما تضبطش لفظ الزوج، هل قال علي الطلاق ولا قال انت طالق مثلا او قال حاجه ثانيه، احيانا يقول لفظين مع بعض. يعني ممكن يقول لها علي الطلاق تبقي طالق لو عملت كذا، فده لفظين مش لفظ واحد. علي الطلاق لفظ، وتبقي طالق ده طلاق معلق تاني ليه حكم. ولذلك نحن نوجه السادة المشاهدين على جهة العموم، أيوة، انه اي لفظ طلاق يقع ما بين الزوج والزوجة لابد من الرجوع فيه لدار الافتاء. في دار الإفتاء عندنا خط ساخن لتلقي المكالمات التليفونية يوميا من الساعة 9 صباحا لـ9 مساء. نعم. فالسائلة الكريمة نحن ننصحها بأنها تتكرم وتجعل الزوج يكلمنا في هذا الخط الساخن رقم 107-107، وسيتكلم معه أحد السادة أمناء الفتوى ويقول له ماذا قلت، ويسمع الصيغة واللفظ الذي قاله، ثم يسأله عن نيته لو كان اللفظ يحتاج للسؤال عن نية. نعم. ولو لم يكن اللفظ يحتاج إلى السؤال عن نية كقوله علي الطلاق فهذا لا يحتاج للسؤال عن النية، لكن فقط يجيبه بأن هذا فيه كفارة يمين. فاحتياطا لدينها واحتياطا لعلاقتها بزوجها لابد في كل أسئلة الطلاق من أن يسأل في ذلك دار الإفتاء في الرقم الساخن. ربما يتصل بعض المتصلين ويقول أنا طلقت 4 مرات، أنا طلقت 5 مرات، أو يسأله أمين الفتوى فيقول أيوة أنا قصدت إيقاع الطلاق. ففي هذه الحالة يحتاج الأمر للحضور لدار الإفتاء. نعم. فينصحه المفتي بحضوره لدار الإفتاء من أجل الجلوس، بقى ما بقاش يكفي التليفون، لازم نقعد، لازم نتكلم، لازم نسمع قال إيه، لازم نسمع نياته بشكل من التفصيل، ثم نجيبه عن سؤاله بعد حضوره. وحضراتكم بتعملوا ده تحديدا في أمر الطلاق لأنه بيترتب عليه حياة زوجية وانتهاءها، فده أمر مهم وعظيم طبعا في غاية الأهمية. نعم. مسألة الطلاق. نعم. لأنه معناه استمرار العلاقة أو لا قدر الله انقطاعها. نعم. فهذا لا أمر لا يستهان فيه ولا يستخف به. ربنا يبارك جهود حضراتكم الحقيقة ويتقبل، يعني ربنا يبارك في حضرتك. السؤال اللي بعد كده، لو سمحت، هو الواحد لما يبقى بيمر بفترة صعبة في حياته وتعب نفسي يعمل ايه، برغم اني على طول بصلي وبقرأ قرآن وأذكار وبصلي الفجر كمان وقيام الليل؟ المسألة دي محتاجة حاجتين يا دكتور مهند. أول حاجة لازم يجي لنا دار الإفتاء. ليه؟ لأنه من سبل حل المشكلات الحديث عنها. نعم. عندنا في دار الإفتاء عندنا إدارة مختصة للمشاكل اللي من النوع ده، سواء كانت المشكلة دي ما بين زوجين أو كانت حتى مع الإنسان نفسه، هو ونفسه. نعم. عنده أفكار مش عارف يخرج عنها، عنده مشاكل نفسية عايز يتكلم فيها. أنشأنا لهذا إدارة اسمها إدارة الحوار، أنشأها فضيلة الدكتور شوقي علام المفتي، مفتي الديار، من أجل هذه المسائل. يأتي ويجلس ويتحدث، فبمجرد تحدثه تنحل نسبة كبيرة من المشكلة. أنا أعرف كمان أن هذه اللي جنبي بقى فيها يعني أمين فتوى ومتخصص نفسي كمان طبعا، علشان يبحث الأمر، أطباء نفسيين وأخصائيين نفسيين. نعم. من أجل سماع المشكلة. نعم. وتوجيه السائل لكيفية الحل. نعم. هذا أول دور ينبغي أن يقوم به. نعم. الدور الثاني لابد من عرض هذه المشكلة على طبيب نفسي. نعم. لأن الطبيب النفسي يستطيع أن يجرد المشكلة وأن يشخصها. الحقيقة عمل الأطباء النفسيين لا يقل أبدا عن عمل سائر الأطباء، سواء كانوا جراحين أو حتى أطباء بيكتبوا الدواء للمريض. ده أيضا تخصص طبي ومعتبر وناس كتير، وفي غاية الأهمية. نعم. في حين أنه كثير من الناس لا تتبصر لذلك. نعم. اللي بيحصل إيه؟ إن الذي يتعرض له الإنسان من المشكلات أثناء طفولته وأثناء شبابه وأثناء كبره، هذه المشكلات تنتج في نفسه أمور وتترك في نفسه ربما رواسب نفسية. هذه الرواسب النفسية تعتمل في نفس الإنسان فتجعله يبقى دائم الحزن مثلا. نعم.
نعم. تجعله مكتئب، موسوس موسوس. نعم. تجعله عنده شخصية اللي هي شكاك في كل حاجة. نعم. عنده مشكلة انه مش شايف ان الناس اللي حواليه اسوياء، او شايف ان الناس اللي حواليه بتكيد له. نعم. كل هذه امراض يشخصها الطبيب النفسي، ويبدأ في حلها عن طريق الحوار المشترك. وفي احيان كتير اللي عنده مرض نفسي مبقاش حاسس او واصل لمسألة اليقين في اني مريض نفسي او تعبان نفسيا او محتاج لتدخل من طبيب نفسي. كثير من الحالات لا يدرك هذا. نعم. في الحقيقة يعني. فحضرتك بتنصح باخذ الخطوة؟ لابد. لو انه ادرك وجوب توجهه للطبيب النفسي، فمعنى ذلك انه حالته قابلة للتحسن. نعم. السريع. نعم. لكن لو انه انكر، فمعنى ذلك ان الحالة صعبة. نعم. وان المرض متمكن منه، لأنه ليس فقط عنده احتياج للطبيب النفسي لكنه أيضا ينكر هذا. نعم. فلا بد أولا أن يقتنع بأنه محتاج، ثم يتوجه من أجل حل هذه المشكلة. في الحقيقة إهمال هذه المشكلات يا دكتور مهند بيؤدي إلى التفاقم الشديد. نعم. ويؤدي إلى حصول حالة الاكتئاب، حالة اكتئاب شديدة. وكثير من الأحيان نجد حالة انتحار. طيب انا عايز اقف بس عند نقطه معينه، وهي مساله انها بتسال بتقول انا بصلي وبقرا قران، البعض بيعتقد ان طالما علاقتي بربنا عز وجل كويسه، او محافظ على الصلوات، او محافظ على تلاوه القران وما الى ذلك والاعمال الصالحه، ما ينفعش اتعب، ما ينفعش اتعب نفسيا. هل الامور مرتبطه ببعضها، ولا ده ممكن يكون ابتلاء زي اي ابتلاء انا ممكن اتعرض له؟ هو التدين بشكل عام. أيوة. وحب الدين والإقبال على الله سبحانه وتعالى يحل كثير من المشكلات. نعم. لكن في الحقيقة هناك مشكلات عضوية. أيوة. لها أسباب عضوية. يعني الإنسان المتدين الذي هو في غاية التدين لا مانع من أن يمرض بمرض السكر مثلا. نعم. نعم. لأن البنكرياس ضعف عن العمل، فنتج عن ذلك انخفاض نسبة الأنسولين في الدم، فنتج عن ذلك ارتفاع السكر، فلا بد أنه ياخد أنسولين من برة سواء دوائي أو حقني. نعم. حسب الحالة. الإنسان المتدين شديد التدين شديد الحب لله سبحانه وتعالى، الذي يحفظ القرآن ويفهم أحكامه، لا مانع أبدا من أنه يصاب بمرض الضغط مثلا. نعم. نعم. لأنه عنده عبارة عن في الدم اللزوجة فيه والمواد الدهنية بترتفع. نعم. فيتسبب ذلك في أنه ضغطه مرتفع، أو أسباب ظاهرة منضبطة بتؤدي إلى المرض. مثل ذلك يقال في الطب النفسي. نعم. انه في مشكلة عقلية، في مشكلة ذهنية، في مشكلة عصبية. نعم. والنظريات الحديثة في الطب النفسي بتقول ان كل الامراض النفسية لها سبب حقيقي عضوي في العقل. نعم. فلذلك ربط الاطباء ما بين تخصص النفس وتخصص العقل والعصبية، كيمياء المخ والامور دي، وكيمياء المخ. نعم. ففي اسباب ظاهرة، الكيمياء مختلة، مادة السيلاتونين مرتفعة، مادة الدوبامين مرتفعة، مادة تعرف حضرتك مادة الدوبامين نفسها لما ترتفع تحصل مرض نفسي. نعم. اسمها هرمون السعادة. لما يزيد الإنسان يبقى غير طبيعي وغير واقعي. نعم. فممكن يعمل حاجات مخلة. ولما يقل يشعر الإنسان بالاكتئاب. نعم. ويشعر بأنه حزين دائما. إذن هذه أمراض نفسية لها أسباب عضوية، لابد فيها من التوجه للطبيب من أجل حل هذه الأمراض بأشكال متعددة، إما بأشكال حوارية سلوكية أو بأشكال دوائية تساعد في حل المشكلة وتجاوزها. ربنا يشفي كل مريض يا رب ويعافينا جميعا. نروح لفاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية ونستكمل الأسئلة. السؤال بعد كده دكتور محمد، هل الموسيقى فقط للعلاج والاسترخاء حرام؟ ولو حرام إيه كفرته؟ وإزاي لو الناس اللي حواليا فاسدين، أو إزاي أكون صالح وأكون مخالف ليهم في أفعالهم، مع العلم إني هكون منبوذ لو واجهتهم ومكروه، وهيكدوا لي المكائد عشان أبعد عنهم ويطفشوني؟ في الحقيقة مسألة الموسيقى لا مانع شرعا من سماع الموسيقى. الموسيقى منذ يعني عصر التابعين وما بعدهم والفقهاء المتبوعين فيها خلاف فقهي. نعم. هل هي مأذون فيها أم هي ممنوع عنها؟ والراجح والمفتى به إنه لا مانع أبدا من سماع الموسيقى، لأن الموسيقى أصوات، وفي الحقيقة هي تؤدي إلى أهداف. يعني لما الإنسان يستمع
الموسيقى الهادئة فيشعر بطمأنينة، يشعر بسعادة. هو حتى بيقول الاسترخاء. فلا مانع من هذا، لا مانع من سماع الموسيقى، ولم يمنع الفقهاء المعاصرين من ذلك مطلقا، وليس فيها مفسدة وليس فيها مضرة، بل فيها منفعة. طيب بيسأل سؤال الثاني أو الجزء الثاني، إزاي أكون صالح لو اللي حواليا على يعني حسب تعبيره فاسدين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الآيتين دول بيقولوا لنا إيه؟ بيقولوا لنا إن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب كل إنسان يوم القيامة بمفرده على أعماله. فأنا يوم القيامة ربنا مش هيحاسبني عن غيري، ولست مسؤول عن أعمال غيري، إنما أنا مسؤول عن أعمال نفسي، مسؤول عن نفسي. وبالتالي لو أنني التزمت طريق الصلاح في حياتي ولم أشترك مع أحد فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فسأكون من الناجين بين يدي الله. المجتمع اللي حواليا ربما ما بيصليش، ربما الناس اللي حواليا تقع في أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى، لا دخل لي بهم. في وقت الصلاة أنا أصلي، ولو لم أستطع أن أصلي الصلاة في وقتها فأول ما أستطيع أؤديها، بعد الصلاة بساعة، بعد الصلاة بساعتين، أول ما ينتهي عملي أنا أؤدي عملي على أكمل وجه وأصلي ابتغاء مرضات الله. ثم إنه المجتمع اللي حواليا هو لا يجبرني على الوقوع في المعصية، فليختر ما شاء ما شاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن أنا مطالب بأن أنصلح في ذاتي. طيب أنا انصلحت في ذاتي، بس الموجة أقوى مني، ممكن مثلا بيئة الأصحاب أو ما إلى ذلك، والبيئة أقوى مني. في هذه الحالة نحن ننصح بالتحصن بالبيئة الصالحة. فأنا معايا مجموعة بتعمل حاجة حرام أبتعد عنهم، وأشوف فورا مجموعة ما بتعملش الحرام أو بتعمل حاجة حلال. ناس هتروح تعمل معصية ما روحش معاهم. وفي نفس الوقت أدور على الناس اللي راح تعمل الطاعة. الناس اللي بتحفظ القرآن أروح أحفظ معاهم، الناس اللي بتذهب إلى مكان في درس ديني أو بتستمع للدروس الدينية التي ينشرها الأزهر الشريف على صفحته أو دار الإفتاء على صفحته، أنا أمشي مع دول وأتحصن بيهم. الناس اللي بتعمل خير، الناس اللي بتساعد حد مثلا، ما إلى ذلك. كل الأعمال الصالحات ينبغي أن أنا أكون مع الناس التي تقوم به. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الآية الحديث الشريف دوت اللي الناس بتترجمه الصاحب ساحب. يعني صاحبي ده بالقطع سيؤثر في سلوكي. والله سبحانه وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني إذن الآن اعلم وتيقن بأن أصدقائك اللي معاك دول هيبقوا أعدائك، إلا إذا كانوا من أهل التقوى، إلا إذا كانوا من أهل العبادة، إلا إذا كانوا من أهل فعل الخيرات، فتحصن بهؤلاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني تخيل حرك سيدنا النبي بيشبه لنا الصورة إزاي. إنك اختار بقى، هل تحب ان انت تقعد مع واحد حامل للمسك يعني بيبيع المسك، ولا تحب تقعد مع واحد نافخ كير يعني شغلته في هذا الموضوع؟ يقول صلى الله عليه وسلم فحامل المسك اما ان يهديك، وفي رواية اما ان يحزيك، او ان تبتاع منه او ان تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا سيئة أو خبيثة. إذن حضرتك الآن لا تغتر بأنك بعيد عن صاحب السوء، هيضرك. كفاية أن أنت هيتقال عليك أنه ده صاحب فلان الذي هو من أهل السوء، ابتعد عنه، ابحث عن غيري، ابحث عن صاحب الخير، فإن ذلك سبيل النجاة في هذه الحياة. ربنا يصلح أحوالنا جميعا. السؤال اللي بعد كده، وأنا راجع من شغلي متعود أجيب حاجات من بقالة، فمرة حصل غلط في الحساب والبقالة بقى ليها 45 جنيه. المهم حصل ان رجلي اتكسرت وقعدت 21 يوم في البيت، ولما جيت رجعت الشغل بعدي عليه عشان اديله الفلوس، قافل يوم ورا التاني ورا التالت لحد ما عرفت انه ساب المكان ومحدش يعرف ليه رقم او طريق، اعمل ايه؟
المبلغ اللي حضرتك بتقول عليه دوت ممكن نتبرع بيه لصالح صاحبه، ويعني هذا أن الله سبحانه وتعالى سيجعله في ميزان صاحبه، فتكون ذمتك قد برأت منه وليس عليك في ذلك ذنب. جميل. السؤال اللي بعد كده: كنت نادرة صيام الاثنين والخميس لمدة سنة، والحمد لله صمت من أول شهر يناير لحد شهر أغسطس، هل أكمل السنة دي من شهر أغسطس لحد شهر ديسمبر، ولا أرجع أصوم من الأول السنة كلها على بعضها؟ هو لما أنا أنظر أن أنا أصوم سنة كاملة فده معناه إيه؟ معناه أنه يخرج من هذه السنة شهر رمضان، نعم، لأن ده واجب صيامه، يخرج من هذه السنة أيام العيد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أيام العيد ممنوع من صومها، نعم، يعني يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ممنوع من صيامه. أيضا يخرج من ذلك أيام التشريق الثلاثة، الثاني عشر والثالث أو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة الذي نحن فيه، يبقى إذن دي ثلاث أيام كمان ممنوع منها. أيضا يمنع من صيام يوم الشك، لأنه صيام يوم الشك مكروه صيامه. الصيام يوم الشك ده يبقى 30 شعبان ما يبقاش غيره، إذا اتعمت الرؤية يعني ما اتخرجنا فلم نرى الهلال، فيبقى يوم الثلاثين ده احتمال يكون أو احتمال ما يكونش، فده بيسميه الفقهاء يوم الشك فيحرم صيامه على مذهب السادة الشافعي. لو أنا حافظت على سنة كاملة ولم أصوم طبعا في رمضان لأنه فرض، ولم أصوم في هذه الأيام الاثنين والخميس، يبقى أنا وفيت ما علي. لا، أنا قطعت في وسط السنة وحصل لي فجوة، يبقى أعمل إيه؟ يجوز أن أنا أكفر عن نذري، لأنها قالت نظرته أن أنا أصوم الاثنين والخميس في سنة كاملة، يبقى أنا معرفتش أوفي، يبقى علي كفارة نذر. هو بناء على سؤالها كده أن هي بتقول من يناير لأغسطس كده على اللي فات، يعني هي رجع دلوقتي عايزة تكمل تاني، فكده هي خلاص ما استطاعتش الإفاء أو يبقى أو إذن الآن وفاء. تيقن أنها لم تفي بما نذرت، يبقى عليها في هذه الحالة كفارة يمين، لأنه كفارة النذر كفارة يمين. وهي إيه كفارة اليمين؟ إطعام عشرة مساكين، اللي هي عشر وجبات لأسر فقير، ويمكن إخراج القيمة، وأقل القيمة 300 جنيه على اعتبار أن الوجبة الواحدة أقلها 30 جنيه، فيمكن أن تكفر عن نذرها بكفارة يمين وتصوم إن شاءت ما بقي من العام، أو لا تصوم لأنها كفرت حسب صحتها وقدرتها وما شابه. ربنا يتقبل. السؤال اللي بعد كده: لو أنا مثلا في أيام دين عليا ما صمتهاش وأنا صغيرة لحد سن معين، وحاليا أنا مش عارفة عددهم كام، ومش عارفة لو أنا كنت بصومهم بعدين أو لأ، مش فاكرة، بس في أيام كنت بصوم بس برضو ناسية، ينفع أطلع فلوس بعد ما أحسب تقريبي هم كام يوم، ولا لازم الصيام؟ هو في الحقيقة الفقهاء شرطوا لإخراج الفدية ألا يستطيع الإنسان الصيام. يعني هي النهاردة أفطرت مثلا خمس سنوات، والخمس سنوات كانت بتفطر في كل سنة عشرة أيام، فيبقى عندنا خمسين يوم، فلابد لجواز إخراج الفدية عن الخمسين يوم أن الطبيب يقول لي أنك مش قادرة تصوم، صحتك لا تتحمل الصيام بسبب المرض، بسبب الإرهاق، بسبب الأنيميا. الأطباء بيمنعوا من الصيام لهذه الأسباب، فلو قال لي الطبيب ذلك جاز أن أنا أخرج فدية عن كل يوم إطعام مسكين نحو أقل شيء 30 جنيه، وبالتالي أكون كده وفيت بما علي. لا، الحمد لله أنا صحتي كويسة وما عنديش حاجة تمنعني من القضاء، لكن أنا عايزة أتخفف، ما فيش مانع أن أنا أتخفف بأني أطول مدة القضاء. يعني مش لازم أصومهم كلهم في شهر واحد ولا في شهرين، السنة فيها 52 أسبوع، يعني لو إحنا صمنا سنة كاملة يبقى هنصوم 100 يوم أو 104 يوم، يبقى إذن الآن لو هي عندها 50 يوم يبقى يكفي أنها تصوم 6 أشهر 2 وخميس. فلو صامت 6 أشهر 2 وخميس جابت ال 50 يوم وزيادة مثلا، فتحسبها بهذه الطريقة، وعلى المتيقن بأنها لو لم تصم المدة كلها فيقع ما لم تصمه يقع عنه الصيام، ولو زاد وقع نفلا فيكون في ميزان حسناتها إن شاء الله. ربنا يتقبل يا رب. أمين يا رب. السؤال اللي بعد كده: أنا طول الوقت بفكر لما أدعي ربنا هقول إيه، ولما أقوم أصلي هدعي إزاي، هل ده حرام ولا إيه؟ هو مش حرام إن أنا أفكر في ما هي الأدعية التي ينبغي إن أنا أدعو بها، وما هي أفضل الأدعية، وكيف أدعو الله وكيف أصلي بشكل عام.
دون أن يسبب هذا نوع من أنواع الضغط النفسي. فلو أنه هذا التفكير بيزارعني ويضغطني يبقى أنا خرجت عن الحالة الطبيعية، ويبقى ده شكل من أشكال الوسواس. وإحنا دايما بننصح اللي وصل لهذه الحالة أنه يتغلب عليها ويحاول الخروج عنها بنفسه، فلا يحتاج لدعم الطبيب. فإن نجح في ذلك فالحمد لله وبها ونعمت، وإن لم ينجح فلابد من أن يتوجه إلى الطبيب فورا ليساعده للخروج من هذه الحالة، وإلا سيزداد الوسواس وتزداد حالته سوء لا قدر الله. السؤال اللي بعد كده، هل يحاسب المرء على ما يدور بعقله؟ في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى عفى عن ذلك. لا يؤاخذ الله الإنسان بما يجول في عقله وبما تحدثه به نفسه، حتى ورد إنه الإنسان كل ما يفكر في شيء فلا يفعله لو كان هذا الشيء من الذنب فله بعدم فعله حسنة. الله. من هم بسيئة فلم يفعلها فله بها حسنة، ومن هم بحسنة فلم يفعلها فله حسنة، فإن فعلها فله 10 حسنات. فمن لطف الله ورحمته أنه يتجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تحدث به أنفسها ما لم تفعل. ففي حد عمال يفكر في حاجة محرمة لكنه ما أمشي وعمل فيها أي نوع من أنواع الخطوات، يبقى إذن سيأخذ ثواب على امتناعه عن الحرام، لكن لن يعاقب ولن يحاسب ولن يعاتب على هذا التفكير الذي جاء في عقله مطلقا. لكن النصيحة زي ما حضرتك أشرت أن احنا نحاول نتخلص كمان من هذه الأفكار علشان ما تتحولش الوسواس، ما تمام. يفضلش أداوم عليها، أحاول أن أنا أدفعها. أيوة. وهاجمها. نعم. فلو نجحت في ذلك فالحمد لله. الحمد. لو لم أنجح لابد من استشارة الطبيب والرجوع إليه حتى يساعدني في ذلك. السؤال اللي بعد كده، لو إنسان ربنا ابتلاه بمرض ومش نافع فيه علاج، ده يبقى نقمة ولا ابتلاء؟ في الحقيقة الفقهاء يقولون إنه كيف أفرق بين الابتلاء إن كان نعمة أو نقمة. يقولون الضابط في ذلك التزام العبد بالعبادات التي كلفه الله بها. ربنا سبحانه وتعالى كلفنا ب5 صلوات في اليوم والليلة، كلفنا بصيام شهر رمضان، كلفنا بإخراج الزكاة الواجبة، كلفنا بالحج للمستطيع، هذه هي أركان الإسلام، كلفنا بالشهادة طبعا قبل ذلك. لو أنا عملت الأركان دي كلها ولم أقصر فيها وحدث لي ابتلاء، فهذا لا يدل على غضب الله، بل هو للرفعة. تيقنت بأنني طالما التزمت الأحكام التي أمر الله بها فالابتلاء بالنسبة لي رفعة. لأن في بعض الأحيان بيبقى مدخل للشيطان هنا يقول لك لا، ده أنت عشان ربنا مش بيحبك فابتلاك بالأمر ده. صحيح. نقول لا. صحيح. ليس ليس الابتلاء علامة على غضب الله. نعم. بل بالعكس، الابتلاء علامة على رضا الله. إذا كان العبد ملتزما بما أمره الله به، ده الضابط. فيقول لك أنا بصلي وبصوم وبزكي وبعمل أعمال الصالحات كلها، لكن مع ذلك عندي ابتلاء شديد ولا يرتفع عني. يبقى هذا اتضح بهذا أنه لسبب رفعة الدرجات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطمننا في هذا الموضوع ويقول أشد الناس بلاء. يعني مش هيقول لنا بقى سيدنا النبي إن أصحاب الذنوب والمعاصي. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأصفياء، ثم الأمثل فالأمثل. يعني كل ما كان العبد قريب من الله سبحانه وتعالى كلما كان بلاءه أشد. ليه؟ لأنه في الحقيقة البلاء والابتلاء إنما هو لرفعة الدرجات. يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجة بعض عباده. في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى عايز يدخلهم الفردوس الأعلى. طيب إزاي يدخلوا الفردوس الأعلى وأعمالهم قليلة؟ بصبرهم على الابتلاء. الله. يبقى يبتلون فيصبرون فيدخلون الدرجات العلى. ولذلك لو يعلم المبتلى ما أعده الله له من الثواب والجزاء في الجنة يوم القيامة لتمنى أن يضاعف عليه البلاء. يا الله يا الله. تخيل حضرتك إن هو يخش الجنة فيجد قصور ويجد ثواب ويجد رب راضي عنه غير غضبان بسبب صبره على الابتلاء في الدنيا، بسبب إنه ابتلي بالمرض في الدنيا، بسبب إنه تعرض لفقد الأولاد أو لفقد المال أو لفقد الأعزاء عليه في الدنيا. فلو أنه رأى هذا النعيم، والحياة في النهاية تنقضي ومدتها قليلة، فلو رأى هذا النعيم فكأنه يتمنى
كما يتمنى الشهيد أن يعود إلى الحياة من أجل أن يقتل في سبيل الله مرة واثنين وثلاثة، يتمنى هذا المبتلى أن لو ضعف عليه الابتلاء من أجل أن يزداد رفعة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ربنا ينور بصيرتنا جميعا. أمين يا رب. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا يا دكتور محمد. الله يحفظكم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم مشاهدينا، نشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.